خلينا نروح سريعا لاخبار المحافظات. في مطروح تم افتتاح المعرض اللوجستي بمدخل طريق السلوم. المعرض ده بيوفر السلع والمنتجات باسعار مخفضه تصل ل 15%. اما في الشرقيه فبيتم العمل على تركيب وصلات مياه شرب مجانيه ل 200 اسره في قرى مركز ابو كبير. كمان في الجيزه بيتم تنفيذ المرحله الثانيه لتوسعات محطه المياه بمنشيه القناطر. اما في محافظات القناه اعلنت شركه المياه رفع كفاءة المحطات وبدء مراحل غسيل الشبكات. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في مطروح افتتحت المحافظة المعرض اللوجستي بمدخل طريق السلوم بعد أعمال تطويري، ليكون معرض تجاري مستدام بشكل حضاري لعرض السلع والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين وبتصل إلى 15%. أما في الشرقية فوجهت شركة مياه الشرب فريق المشاركة المجتمعية لعمل معاينة ميدانية وأبحاث حالات لعدد 200 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة أبو كبير تمهيداً لتوصيل المياه ليهم، وده في إطار بروتوكول التعاون بين الشركة والجمعيات الأهلية. أما في جامعة كفر الشيخ تم البدء في أعمال الصيانة وتجهيزات بكليات ووحدات الجامعة المختلفة وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ده بالإضافة لمتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام الصارم بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها. أما في الأهلية فأعلن مركز ومدينة مدغمر أنه تم الشطب في دفاتر الحضور على 101 دكتور و14 فني وخمس إداريين بمستشفى مدغمر العام، وده بسبب غيابهم عن العمل بدون إذن، وتم إحالتهم للشؤون القانونية للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميداني المفاجئ للمستشفى. وفي محافظة الجيزة شهدت محطة مياه الشرب بمنشية القناطر الانتهاء من أعمال التوسعة بالمرحلة الأولى للمحطة، واللي انتهت أعمالها بقدرة 40,000 متر مكعب، وبتخدم مدينة منشية القناطر وقرى الأخصاص وأم دينار وكفر حجازي والرهاوي ونكلة وجزاية، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التوسعات للمحطة عشان تصل قدرتها الإجمالية ل 80,000 متر مكعب. كمان من المقرر أن تخدم قرى القتا وأبو غالب والحاجر وبني سلامة وأتريس وكفر أبو حديد ووردان. وفي محافظات القناة أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن انطلاق حملة أعمال غسيل الشبكات مياه الشرب بجميع قرى ومراكز ومناطق إقليم محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وذلك بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والصحة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العديد من المحطات على مستوى محافظات القناة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.